التوبيك تبعنا اليوم حيكون عن الاوفر اول مومنتم بالانس. حنبدا هلا بموضوع المومنتم. اليوم رح نحكي عن الاوفر اول مومنتم بالانس، وبكره نحكي عن الشيل مومنتم بالانس. بالنسبه للمومنتم، احنا ليش هو مختلف عن الماس والهيت او ماس والانرجي؟ لانه هو فيكتور كوانتيتي. الماس والانرجي دي ار سكيلر، بس بالنسبه للمومنتم فيكتور. شو يعني فيكتور؟ إذا متذكرين من الفيزيكس، الفيكتور هو بروبرتي إلها قيمة واتجاه، تمام؟ فبالتالي هون رح نتعامل معها بطريقة مختلفة. بهمني الاتجاه اللي ماشي فيه هذا المومنتم. هلأ التوتال لينير مومنتم فيكتور بنسميه كابيتال بي of total mass capital M of a moving fluid having a velocity of V. كتعريف، هو ال P مومنتم بتساوي الماس في ال velocity. المومنتم V إلو هو فيكتور والفيلوسيتي فيكتور، فأنا بهمني أعرف أي فيلوسيتي بأي اتجاه بنحكي عنها. من ناحية اليونتس، إذا كنا بنحكي عن SI units فهي unit of mass في unit of velocity which is kilogram في meter per second. النيوتنز لو شو بحكي لي؟ إنه the time rate of change of momentum of a system is equal to the summation of all forces acting on the system and takes place in the direction of the net force. إذن العلاقة بين الفورس والمومنتم إنه الفورس هي rate of momentum، rate of change of momentum، يعني change مع إيش؟ مع time. فchange of momentum والtime هي dp by dt. dp by dt هي مجموع الفورسز، أوكي؟ إذن change of momentum والtime هي مجموع الفورسز اللي بتأثر بنفس الاتجاه تبع هذا المومنتم، أوكي؟ فإحنا بنحكي دائما هلأ هون انتبه إنه إحنا بنحكي النت ولا مثلا الاكس دايركشن ولا الواي دايركشن او الزي دايركشن. طبعا النت اليونت تبعت المومنتم ريت هي اليونت تبعت الفورس اللي هي نفسها النيوتن. هلا لما نيجي على المومنتم بالانس بدنا نمشي عليه بنفس الطريقه اللي نمشي عليها بالنسبه للاذر كوانتيتيز اللي بنعمل عليها بالانس، اللي هي النن والاوت والاكيميليشن والجنريشن. فبالنسبه للفورس، بالنسبه للمومنتم، هلا المعالجه بتقول لي انه sum of forces acting on control volume اللي شفناها بشوي، هاي sum of forces شو حتكون؟ حتكون هي مجموع الريت مومنتم اوت اوف كنترول فوليوم ناقص الريت مومنتم انتو كنترول فوليوم زائد الريت اوف اكيميليشن، يعني ان ماينس اوت جنريشن بتساوي اكيميليشن، او بنرتب بهي الطريقه. هلا الجنريشن تيرم هون هو نفسه ايش؟ السم اوف فورسز اكتنج اون كنترول فوليوم. فبالتالي شو معناته الحكي؟ ان المومنتم از نوت كونزيرفد. ليش مش نوت كونزيرفد؟ لانه الجنريشن تيرم هي جاي من اكسترنال فورسز، يعني ما في جنريشن للمومنتم من نفس السيستم او من نفس الماده، لا لازم يكون في external force عشان يعمل لي generation للمومنتم. بالتالي إذا ما كان في عندي external force بنقول yes momentum is conserved، بنطبق عليها إنه ال N minus out بتساوي accumulation. لكن إذا في generation term فالgeneration جاي من external forces، فبالتالي هو بنحكي إنه is not conserved لأنه ممكن إنه يستحدث من مكان ثاني، أوكي؟ بس ك overall momentum balance بنقول إنه ال N minus out زائد ال sum of forces acting on control volume اللي هي الجنريشن بتساوي الاكيميليشن. هذا الحكي لما نيجي هلا نحطه في المعادلات نمشي عليهم واحد واحد. بالنسبه للنت الريت اوف مومنتم افلكس اللي هو الفيلوسيتي ضرب الرو في الفي في الدي اي في كوساين الالفا، بيجي من وين هذا الحكي؟ من نفس المبدا الاساسي اللي هو الماس في الفيلوسيتي. الماس في الفيلوسيتي هي الفيلوسيتي للفوليوم. الماس شو هي؟ اذا انا باخذ كنترول فوليوم الاريا لها دي اي في كوساين الفا، حسب انه زي ما حكينا المره الماضيه يكون النورمال على الفيلوسيتي دايركشن. فبالنسبه لنا دي اي في كوساين الفا هي الاريا، بضربها في الفيلوسيتي بيطلع معي الفوليوم اللي هو فوليوم فلو ريت، ضرب الدنسيتي بحولها للماس، الماس في الفيلوسيتي بيطلع عندي المومنتم. المومنتم افلكس اللي هي قديش عم بيمر المومنتم هذا من خلال هاي الاريا. طبعا احنا ممكن اعبر عنها بهي الطريقه، او انه اكتب انه الفي دوت ان يعني في دي اي عشان يعطيني اللي هي الفي دوت ان اللي بتعطيني هي الكوساين يعني الفي في كوساين الالفا اللي بيعطيني الدايركشن تبع الفيلوسيتي عمودي على الاريا. هلا النت مومنتم افلكس فروم كنترول فوليوم اللي هو بيعطيني الان ماينس الاوت، حيكون طبعا بدي اعمل انتجريشن على الهول اريا،
فبالتالي باخذ نفس هذا الترم او هذا الترم نفسهم بعملهم انتجريشن على الهول اريا. هلا بالنسبه للاكيوميليشن دائما الاكيوميليشن هو التشينج وذ تايم جوا الكنترول فوليوم، فاحنا بنشوف قديش الماس ضرب الفوليوم اللي موجود في هاي الكنترول فوليوم كان كيف عم بتغير مع التايم. فال بالنسبه للكنترول فوليوم قديش الماس لها هي عباره عن الرو في الفي في الدي في، ثم بعملها انتجريشن اوفر عفوا قديش المومنتم جواها، فهو الرو في الدي في اللي هي الماس ضرب الفيلوسيتي بتصير عندي المومنتم. هاي المومنتم جوا الكنترول فوليوم، المومنتم جوا الكنترول فوليوم بعملها انتجريشن اوفر ذا هول فوليوم اللي حتكون تريبل انتجريشن من عندي 3 دايركشنز. التشينج مع التايم بيعطيني الريت اوف اكيوميليشن، اذا هاي هي الريت اوف اكيوميليشن وهاي النت افلكس اللي هي الاوت ماينس الان، بيطلع عندي اللي هو الفورسز اللي هي الجنريشن تيرم، بتصير المعادله بعمل سبستيوشن لكل هذه النقاط بيطلع معي المعادله بالنسبه للاوفر اول لينير مومنتم بالانس للكنترول فوليوم حتكون سميشن اوف فورسز بتساوي النت افلكس تبع المومنتم اللي هو الاوت ماينس الان زائد الاكيوميليشن اللي هي تشينج وذ تايم. طبعا هذه فيكتور ايكويشن، هلا هون حتكون الرموز هاي بالبولد اللي هي الغامقه، او اذا احنا بنكتبها يدويا بنحط عليها سهم من فوق عشان نقول انه هاي فيكتور كوانتيتي، لكن طالما هون عم نكتب طباعه طباعه فاحنا بنعملها بس البولد. فبالتالي الاف هو عباره عن فيكتور كوانتيتي والفيلوسيتي عباره عن فيكتور كوانتيتيز، لما بدي اجي اكتبهم لكل دايركشن لحال بتبطل عنا اياها بالفيكتور بحدد الدايركشن. فمثلا اذا كان عندي الاكس دايركشن بقول summation of f of forces in the x direction هي الدنسيتي ضرب الفيلوسيتي في الفيلوسيتي في الاكس دايركشن في كوساين الفا في دي اي زائد الchange of time بالنسبه للاكيوميليشن برضه بالاكس دايركشن في الفيلوسيتي في الاكس دايركشن. نفس الشيء بالنسبة للـ Y و Z direction كلهم بنفس الطريقة. تمام؟ هلأ هاي الـ summation of forces، شو دول الـ forces؟ هم مجموعة من الـ forces، مجموعة من الـ different types of forces. شو هم؟ أول شيء في عنا الـ body force. إيش هي الـ body force؟ هي يعني بالنسبة لنا بنحكي بس عن الـ X direction. طيب يا جماعة، إذن هون عنديها بس بالـ X direction. فالبادي فورس اللي هي FXG هي رمزها FG من X direction نحط ال X، هي X directed force caused by gravity acting on the total mass capital M in the control volume. فبالتالي قيمتها ايش بتساوي؟ هي ال M في ال G، زي ما احنا بنعرف اللي هي اللي بتيجي من وزن المادة. اذا البادي فورس هي الفورس اللي جاي من وزن المادة باتجاه ال X direction. فالام جي هي الويت او البادي فورس، لكن احنا بنحكيهم هلا اللي في الاكس دايركشن. هلا اذا كنا كان الاكس دايركشن كان هوريزونتال يعني عمودي على الفيرتيكال اللي بالاكس الاكس اللي احنا متعودين عليها، حتكون الاف اكس جي بتساوي زيرو. بس احنا ان جنرال بنقول انه الجي اكس الاكس شو ما كان يكون، سواء انه احنا بنقرر وين هو الاكس دايركشن وين الواي دايركشن. فإذا كان X direction horizontal يعني عمودي على ال vertical معناته إحنا ما في عندي هون gravitational force أو body force بتكون بقيمة تساوي zero. النوع الثاني اللي هو ال pressure force. إيش هو ال pressure force؟ برضو بال X direction. هو ال force caused by the pressure force acting on the surface of the fluid system. تمام، زي ما احنا متعودين انه في عندنا لما بكون في عندي فلو او بكون في عندي سيستم فلويد موجود في سيستم معين فيكون في عندي بريشر اكيد اكتنج على هذا الفلويد، فهذا بيشكل لي فورس اسمها البريشر فورس. هلا لما بكون كنترول سيرفيس كات ثرو ذا فلويد ذا بريشر از تيكن تو بي دايركتد انورد اند بيربنديكولار تو ذا سيرفيس، يعني احنا باتجاه البريشر دائما باخده عمودي وعمودي على السطح وعلى وباتجاهه inward يعني داخل كأنه داخل عليه. ببعض الحالات part of the control surface may be solid and this wall is included inside the control surface. بهاي الحالة there is contribution to FXP from the pressure on the outside of this wall which is typically atmospheric pressure. فإحنا ناخد بعين الاعتبار إنه إحنا إذا كان في عندي solid أو اللي هو بالعادة بيكون the walls of the container
بكون في عندي pressure force acting على هذا الفلويد بكون out يعني on the outside of this wall واللي هو عادة atmospheric pressure دائما في عنا atmospheric pressure. لكن إذا كان أنت عم تأخذ الجيج بريشر بعين اعتبار عم تستخدم الجيج بريشر فبالتالي integral of the constant external pressure over the inner outer surface can be automatically ignored لأنه بالنسبة لنا إحنا الجيج بريشر هو الأبسولوت بريشر ناقص الأتموسفيريك بريشر فبالتالي الأتموسفيريك بريشر بهاي الحالة راح يروح تأثيره لأنه عم نستخدم إحنا الجيج بريشر. فهي مجرد إنه يعني نفهم شو هو الأنواع المختلفة من ال forces هاي بالنسبة لنا البريشر فورس لازم يكون واضح بالنسبة لنا إنها تكون عمودية على السطح اللي عم نتعامل معه بالنسبة للكنترول فوليوم. وإذا كان جيج بريشر ما باخذ الاتموسفيريك بريشر بعين الاعتبار بكون ما في اكسترنال فورسز. هلا النوع الثالث هو الفريكشن فورس لما يكون الفلويد فلوينج بيعنا اكس دايركتد شير او فريكشن فورس حكينا عنه شير ستريس المره الماضيه او المحاضرات السابقه which is exerted on the fluid by a solid wall when the control surface cuts between the fluid and the solid wall. فاذا كان عندي الكنترول سيرفيس اللي هو السيرفيس بتاع الكنترول فوليوم بيكون متقاطع بين الفلويد والسوليد وول ففي عندي حيكون في عندنا فريكشن بين هذا الليكويد او الفلويد مع الوول. بمعظم الحالات الفريكشن فورس هاي كان بي نيجلكتد لانه بتكون الاذر فورسز قيمتها كثير عاليه فبالتالي بنعمل نيجلكت لهذه الفريكشن فورس. تمام اذا بمعظم الحالات ما بناخذ فريكشن فورس بعين الاعتبار اذا كان في اذر فورسز موجودين لانهم بتكون قيمتهم كثير اكبر من هذا الحكي. اخر نوع اللي هو السوليد سيرفيس فورس بهاي الحالة the control surface cuts through a solid بيكون في عندي Rx. هاي Rx هو ال x component of the resultant of the force acting on the control volume at this point. إذن ال solid surface force هاي هي عبارة عن المحصلة القوة اللي بتأثر على ال control volume بهاي النقطة باتجاه ال x direction. طبعا هذا حكي متى بيصير in typical cases when the control volume includes a section of pipe of and the fluid it contains. اوكي اذا ما كان في عندي كل البايب في عباره عن section من البايب والفلويد اللي جواته بيكون باخذ solid surface بعين الاعتبار هاي الفورس exerted by the solid surface on the fluid. اوكي اذا هي القوه اللي يعني بيأثر فيها السوليد سيرفيس على الفلويد اللي موجود جوا هذا الكونتينر. هنحكي طبعا هلا عنهم واحد واحد ونشوف كيف بدي اعبر يعني احسبهم واخذ اكزامبل في النهايه عليهم. فبالتالي هلا احنا اذا كنا عم نحكي عن المعادله الاصليه اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي سميشن اوف اف اكس بالاكس فورسز بالاكس دايركشن فبدي اخذ بعين الاعتبار هدول الاربع فورسز عندنا البادي فورس اف اكس جي البريشر فورس اف اكس بي الفريكشنال فورس اف اكس اس الاس جاي من شير والار اكس اللي هي حكينا عنها الريزلتنت فورس اللي هي السوليد سيرفيس فورس. هذا بده يساوي الافلكس النت افلكس والاكيوميليشن. تمام طبعا نفسها بقدر اكتبها باتجاه الواي بدل كل هدول الاكسس بحط مكانهم واي او باتجاه الزي فبرضه بدل الاكس بحط الرمز او سبسكريبت زي فانا بقدر اكتبهم لكل اتجاه اكس واي وزي بنفس الطريقه. تمام لكن بكل محاله بدي اكون اخذ بعين الاعتبار الفيلوسيتي والفورس كومبوننت بهذاك الدايركشن. طيب هلا لما نطلع على هذا التفاصيل هلا هون بدي اشوف كيف بدي اعبر عنهم بالرموز اكثر شوي. فاحنا هلا نيجي اذا ما كان في عندي اذا كان عندي سيدي ستيت تمام ناخذ الحاله اللي بيكون عندي سيدي ستيت وعم بمشي بالاكس دايركشن في عندها هذا البايب بهذا الشكل اللي شايفين قدامكم تدخل على بوينت 1 الفيلوسيتي في 1 رو 1 يا منار لو بتعرفني من عندك فV1 ورو 1 عندنا بوينت 1 الفيلوسيتي والدنسيتي او الاريا هون A1 وعند البوينت 2 في عندي فيلوسيتي V2 ورو 2 وA2. فإذا بدي أجي أطبق على هاي المعادلة وهون عندي الـ steady state فدائما بنعرف احنا الـ steady state يعني ما في change with time بالتالي الـ accumulation time بتساوي 0 فبناخذ بعين الاعتبار هاي النقطة
بنيجي نطبق هاي المعادله بلاقي انه مجموع الفورسز بتساوي في اكس في الرو في اكس في كوساين الفا في دي اي. بهاي الحاله الفيلوسيتي حتكون هي نفسها الفيلوسيتي في الاكس دايركشن لانه كل الفلو جاي بالاكس دايركشن. طبعا الكوساين الفا هلا بدنا ناخذ شو هي كوساين الفا. الكوساين الفا بهذا الاتجاه حتكون عندي اياها سالب واحد في الان وبالاوت حتكون بموجب واحد لانه هون الفلو حيكون مع يعني الانجل صفر وهون الانجل حتكون ناقص 180 فبالتالي الكوساين لها سالب واحد. فبالتالي لما اجي اعبر عنها او اعوض عنها هون واعمل انتجريشن رح يطلع معي المعادله بهذا الشكل اللي هي الماس اللي جاي نتيجه الدنسيتي في الفيلوسيتي في الاريا ضرب ال vx squared average على ال vx2 average. ال vx2 squared average جاي من وين؟ من انه vx هاي ال vx مضروبين مع بعض. فاحنا اذا بنيجي عليها هون ال vx2 average هي vx2 او vx squared عفوا dA على الاريا. تمام؟ فهلا هاي دائما لما ناخذ الافرج تذكروا من المره الماضيه حكينا انه لما اخذ الافرج لاي كومبوننت على اي على شغله معينه بدي اضربها في الديفرنشال تبع هذا الشيء اللي بعمل عليه الافرج اخذ الانتجريشن وارجع اقسمها على التوتال اماونت اوف ذات يعني كومبوننت. فبهي الحاله الفي اكس سكويرد افرج هي الفي اكس سكويرد دي اي على اي. فبالتالي نرجع هون فهاي هي الكومبوننت اللي جاي من في اكس سكويرد دي اي على اي وال vx2 average اللي هي vx في ال dA على ال A. فال A مع ال A رح تروح معنا بهاي الحالة. هلا ما تقولوا لي انه بقدر اعمل اختصر vx2 مع vx2 هون ضل عندي vx2 average وحده، لا، لانه احنا بناخذ ال average تبع مين؟ تبع كل ال vx2، اوكي؟ يعني كل ال vx2 هذا vx2 squared هو متاخذه ال average، هو عم يعمل له انتجريشن، هو عم يضرب في الدي اي برجع بيعمل له انتجريشن، اوكي؟ فما بقدر اني اخذ هذا الحكي لانه مش نفسها، يعني البي اكس 2 افريج هي مش نفس البي اكس 2 سكويرد افريج، هذا الافريج تبع التربيع، مش تربيع الافريج، فهمتوا الفرق بيناتهم التنتين؟ فبالتالي الام اجت من وين؟ من انه الرو في اي بتساوي الام على البي افريج، فاحنا الرو في الاي لما عملنا لها انتجريشن عوضنا مكانها الام على البي اكس 2 افريج، لانه تذكروا احنا قلنا الماس هي عباره عن الدنسيتي في الفوليوم، والفوليوم بقدر احسبه من او الفوليوميك فلو ريت بقدر احسبه من الاريا ضرب الفيلوسيتي. فبما انه هذا النت افلكس معناتها حيكون الاوت ماينس الان، الاوت اللي هي عند بوينت 2 والان اللي هو عند بوينت 1، بتيجي من وين؟ من زي ما قلنا الكوساين الفا بتبين معنا انه بتكون عندي الاوت موجبه وعندي الان بتكون سالبه. اوكي ان عند الالفا عند الاوت اللي هو بوينت 2 بتكون 0 وعند الان حنعتبرها 180 لانها عكس الاتجاه. تمام. فهذا الحكي تفضلي. هلا مش حكينا قبل ان البي افرج هي البي ماكس على 2 في حاله اللامينت. البي افرج بتساوي ايه؟ البي ماكس على 2. يس بي ماكس على 2 بحاله اللامينت. هلا هذا لما يكون مومنتم بنستخدم هذا القانون بدل يعني لا لا هلا احنا عم نحكي عن الافرج ما يعني بغض النظر اذا كان عندي لامينر يا بعوض بدل في اكس 2 افرج اللي هي في ماكسيمم 2 على 2. بس هذا الحكي ما له علاقه بالموضوع. يعني هلا اذا بدي اعوض مكان الفي اكس 2 افرج وانا عندي قديش الفي اكس 2 ماكسيمم يا بعوض مكانه هون. انا قصدي لانه حطينا بالانتجريشن في اكس 2 تربيع جوا الانتجريشن هاي نتيجة المومنتم، اجت من وين؟ من المومنتم، احنا بنحكي عن نت مومنتم افلكس. فالمومنتم بيجي من وين؟ من الفيلوسيتي ضرب الماس. الماس اللي هي هاي، هذا التيرم كله هو الماس وهي مضروب في الفيلوسيتي. بس لأنه في عندي ماس بحسبه من الدنسيتي في الفوليوم فلوريت، والفوليوم فلوريت بيجي من الفيلوسيتي ضرب الاريا، فصار في عندي في اكس سكويرد فيلوسيتي التربيع. فلما باخذ الفيلوسيتي التربيع في الدي اي واقسمها على التوتال اريا حيطلع معي في اكس سكويرد افريج. تمام دكتورة فهمت. اوكي تمام. فهلا لما نيجي نشوف هاي ال vx squared average على ال vx average شو بدها تساوي؟ عادة بنقام هاي بنحط مكانها vx average على بيتا، البيتا اللي هي ال velocity correction factor. هاي ال velocity correction factor لانه احنا زي ما قلنا قبل شوي انه احنا بناخذ ال average تبع التربيع ال velocity على ال average تبع ال velocity نفسها، هاي بدها تختلف حسب نوع ال
الفلو اللي عندي. فإذا كان عندي تيربلنت فلو بتكون قيمتها قريب من الواحد، وكثير أوقات بنعوضها واحد، لكن إذا كنا بنكون دقيقين أكثر بتكون قيمتها بين 0.95 و 0.99. أوكي، هاي إذا كان عندي تيربلنت فلو، لأنه زي ما بتتذكروا التيربلنت فلو اللي في عندنا فلكشويشن على يعني على نفس النقطة، لكن بقدر يعني بالنهاية الفيلوسيتي بكل الكروس سكشن هذا بيكون تقريبا نفسه. لكن بالنسبة للامنر فلو لا، البيتا قيمتها 0.75، فبالتالي هاي القيمة حتكون 4.3 في الـ VX average، لأنه بيجي من الكونسبت تبع أنه زي ما حكيت مش صغير أنه الـ VX average هي النص الـ VMAX، وفي عندنا velocity profile واضح بالنسبة للامنر فلو، فبتصير بحيطلع معنا بالنسبة للبيتا الرقم بتساوي 0.75. في عندكم اكزامبل رقم 281 في الكتاب ببين لكم الاشتقاق كيف انه البيتا بالنسبه للفي للامن الفلو حيطلع معها قيمتها 0.75. ارجعوا له وطلعوا عليه وفهموا الاشتقاق تبعه. تمام، فبالتالي هلا هون حكينا انه الفي اكس سكويرد افريج على الفي اكس افريج حتعوض مكانها في اكس افريج على بيتا. بالنسبه للبريشر فورس هي عبارة عن ال P1A1 minus P2A2 اللي هي difference between the pressure forces على N minus the out. ال shear stress أو ال frictional forces حنعملها neglection بهاي الحالة، وزي ما قلنا إنه معظم الحالات نعملها neglect لأن قيمة ال friction نسبة لباقي forces أقل بكتير. بهاي الحالة عندي ال body force بتساوي صفر، لأنه زي ما قلنا قبل شوي إذا كان ال flow horizontal، إذا كان ال x direction horizontal زي ما هو بهاي الحالة، معناته ما في عندي gravitational force بتأثر عليه بهذا الاتجاه، وبتكون قيمتها بتساوي صفر، وهاي الحالة اللي بتطبق عنا هذا الكلام. فبالتالي إذا إحنا حطينا مكان ال Vx G 0 وبدل في ال Fx P P1 A1 minus P2 A2 وهاي neglected، وهون عوضنا مكانهم بالقيم اللي إحنا حكينا عنها قبل شوي، بعرف إنه مدى أحسن منهم ال resultant force. ال resultant force زي ما قلنا اللي هو acting اكتب باي ذا سويد على السيرفس على الفلود عفوا، فحتكون عندي اللي هي الام في 2 ماينس ام في 1 زائد بي 2 اي 2 ماينس بي 1 اي 1. نولج هاي المعادله تعويض اللي حكينا عنه قبل شوي، هون عملنا صفر محل الاشياء الصفر. وبالنسبه للفي اكس افريج قلنا ان هي حتكون على الفي اكس سكويرد افريج، في اكس حتكون في على بيتا، واذا كان عندي تيربلنت فلو بتعوض البيتا تقريبا بتساوي 1، فبتساوي هي ام في الفي x2 minus m في vx1. ال vx هو نفسها ال v بهاي الحالة، لأنه كل ال velocity بس باتجاه واحد، في ال x component هو نفس ال total velocity، فبالتالي بطلع معي resultant force بساوي mv2 minus mv1 زائد p2a2 minus p1a1 اللي هم جايين من pressure force. هاي ال rx هي ال force exerted by the solid on the surface on the fluid زي ما حكينا قبل شوي. لكن إذا أنا بدي أحسب ال force of the fluid on the solid اللي هي reaction force، كل فعل ردة فعل، فالسوليد بيأثر على الفلويد بقيمة Rx، الفلويد بيأثر على السوليد بقيمة minus Rx، وهي نفس القيمة لكن النيجاتيف فاليو إلها فقط. تمام، فهاي هي قيمة resultant force بهاي الحال. هذا بالنسبة ل إذا كنا كله عم نحكي عنه ب one direction، يعني إحنا بدينا بال اللي هو بالفيكتور فاليوز، وقلنا انه احنا عندنا 3 كومبوننتس، وبعدين شرحنا كل نوع من انواع الفورسز. وهلا اذا قلنا انه اذا في عندي بس one direction وكان steady state اشتغلنا فيها بهاي الطريقه وتوصلنا لهذه المعادله النهائيه اللي هي resultant force، بحاله انه الفريكشنال فورس بتساوي 0 بشتغل على steady state. اذا تذكر انه هاي الحاله المعادلة at steady state وانه negligible friction force. لو كنا عم نحكي عن two directions هلا، يعني انه الفيلوسيتي تمشي مش horizontal، بزاوية مع الهوريزونتال بهاي الحالة الفا 1 مثلا، وبتطلع برضو بزاوية مع الهوريزونتال الفا 2، فهون حنصير نشتغل انه احنا في عندي two component للresultant force، حنشتقهم بنفس الطريقة، ناخذ ال x component وال y component، حيطلع معي بنفس الطريقة اللي هي الـ Rx بهاي الحالة بتساوي mv2 cosine alpha 2 ناقص mv1 cosine alpha 1 اللي هو الـ N والـ Out بالنسبة للمومنتم، والـ Pressure Force برضو على الـ N والـ Out p2a2 cosine alpha 2 minus p1a1 cosine alpha 1. فليش عم نحكي الـ M هو نفسها عند 1 و 2؟ لأنه بهاي الحالة اللي إحنا رسمينها هون
المدخل عندنا واحد والمخرج واحد، فمن الكونتينيوتي ايكويشن انه الام1 بتساوي الام2، فما في داعي احط هون ام1 ام2. لكن لو كان في عندي سبليت زي ما حنشوف قبل كمان شوي بالجيت، لا بدي اضطر هون افرق بيناتهم واقول انه احنا في عندنا ديفرنت ماس فلو ريتس. اوكي، فننتبه لهي النقطه. الواي كومبوننت نفس الاكس كومبوننت تماما، لكن بدل ما عم نحكي اللي هو الكوساين يعني الهوريزونتال دايركشن او الاكس دايركشن، ناخذ الساين اللي هي بالواي دايركشن. وكمان في عندنا كومبوننت اضافي بهي الحاله اللي هو البادي فورس، لانه البادي فورس هون عندنا بالواي دايركشن له تاثير، فبالتالي بدي اخذ بعين الاعتبار. وهذا الحكي بيعطينا وهذا التيرم بيعطينا هاي القيمه اللي هي الام توتال في الجي. الام توتال هي توتال ماس في هاي في الكنترول فوليوم مضروب في الجرافيتيشنال فورس. كمان في عندكم بالكتاب تو اكزامبلز 283 و284 بيحكوا عن هدول الانواع. واحد منهم عن بندد بايب، فبالتالي في عندنا اختلاف في الفيلوسيتيز بين الداخل والطالع. واحد بيحكي عن سدن انلارجمنت برضه بوضح لكم الفكره اكثر. احنا هنحكي كمان عن برضه تبع تو دايركشنز بس ابلكيشن ثاني اللي هو على الفري جيت لما يعمل سترايكنج لفيكس فين. في عندنا كثير اوقات في الابلكيشنز مي او اي فلويد بيكون منضفق بشكل كبير اللي بنسميه جت، بدخل باتجاه الهوريزونتال في العاده، لكن لما يطلع بيطلع اما مثلا على كيرف فين اللي هو هاي الفين السطح اللي بيضرب فيه، او بكون انكلايند فلات سموث فين. فاحنا موجود عندكم سكشن الاول من هذا الجزء بيشرح لكم عن الانكلاين، انا راح اشرح لكم عن الفلات سموث انكلاين فين بنفس الطريقه. هو هذا الكيرفد والفلات هذول الدايركت يعني معادلات بس نفسها بتطبقوها. الفرق بين هون وهون انه الماس اللي بدخل عندي على الجد بهاي الحاله الماس ان مساوي الماس اوت، فبالتالي المعادلات تقريبا نفسها لكن ما بصير في عندنا سبليتنج للماس. اما بالنسبه لما يكون عندي الفين فلات هون حيصير عندنا سبليتنج حسب الـ يعني بيكون في عندي اتجاهين للفلويد، واحد باتجاه في 2 وواحد باتجاه في 3 هون. تمام، فانا اذا بدي اشوف قديش قيمه الماس اللي بتطلع عندي بال V2 باتجاه V3 بدي اعمل ابلكيشن للمومنتم بالانس وللكونتينيوتي ايكويشن، فبقول انه الام1 بتساوي ام2 زائد ام3 وبستخدم المومنتم بالانس ايكويشن، بيطلع معي بالنتيجه انه الام2 والام3 معادلتهم بهذا الشكل، انه الام2 بتساوي ام1 على 2 ضرب 1 زائد كوساين الفا 2، اللي هي الفا 2 شو هي؟ هي قديش الزاويه الانكلايند عن الهوريزونتال بالنسبة للفين. اوكي، دي الفين مايل عن الهوريزونتال، هاي الفا 2. الفا 1 بهاي الحالة حتكون بتساوي صفر 1 اللي هي زي ما انتم شايفين اللي هو هوريزونتال مع الاتجاه الجت مع الهوريزونتال. فبالنسبة لام 3 نفسها 1 ام 1 على 2 في 1 ناقص كوساين الفا 2. اذا الام1 بنقسم على جزئين، قديش نسبة اللي بيروح باتجاه 2 و 3 بيعتمد على الزاوية. هلا الريزلتنت فورس اكزيرتد باي ذا بريشر باي ذا بريشر اوف ذا جيت بدي احسبه تمام. بدي احسب هلا ال resultant force exerted by the plate on the fluid لازم يكون normal to it. اوكي، فهلا ال resultant force اللي الجت او اللي fluid يعني تاثير ال plate او الفين على الفلويد هيكون عمودي عليه. اوكي، فبالتالي انا بقدر احسبه من طريقتين. الطريقه الاولى اني مباشره اقول اللي هي مومنتم ضرب الساين الفا 2 اللي هي الفا 2 هون، فباخذها اللي هي ام 1 في في 1 يعني كل المومنتم اللي جاي لكن بس الكومبوننت العمودي على البليت، فبالتالي الالفا 2 الساين الفا 2 بتعطيني الكومبوننت العمودي عليها، فدايركتلي بقدر اني استخدمها بهذه الطريقه. او
بدي امشي فيها بتفاصيل يعني خطوه بخطوه اللي هي الريزلتنت فورس بيجي من الاكس كومبوننت والواي كومبوننت. فالاكس كومبوننت تربيع زائد الواي كومبوننت تربيع تحت الجذر زي ما احنا متعودين بالنسبه للريزلتنت فورسز. الاكس كومبوننت بحسبها من وين؟ ام2 في2 في كوساين الفا 2 اللي هي كوساين الاكس كومبوننت للمومنتم في الدايركشن اللي هو في 2 دايركشن وناقص الام3 في3 في كوساين الفا 2 اللي هو باتجاه الفي3 هي طبعا زائد الام3 في3 لكن الكوساين هون هي ناقص كوساين الفا 2 لانه بالاتجاه العكسي ناقص ام1 في1 كوساين الفا 1 اللي جاي اصلا ان يعني اوت ماينس ان. وار واي هي الام2 في2 ساين الفا 2 ناقص M1 V1 sin alpha 1 زائد M3 V3 minus sin alpha 2. طبعا بالنسبة للvelocities ال V1 والV2 والV3 لما نعمل عليهم balances رح نلاقي انه V1 متساوي V2 V3 كلهم متساوي نفس القيمة. ليش؟ لانه ما في عندي بهاي الحالة energy loss لانه عم بحكي انه negligible friction loss فبالتالي ما في عندي energy loss بضل هالvelocity هي نفسها. تمام؟ فهلأ عشان نطبق على هذا الكلام ونفهمه مباشرة بدنا نحل مع بعض A problem 2.8.3 اللي بتحكي عن force of water stream on a wall. هون بقول لي إنه في عندي ماء على حرارة 298 كلفن discharges from a nozzle and travels horizontally hitting a flat vertical wall. Okay, إذا بهاي الحالة ليش حتكون قيمة الألفا 2 بأنه vertical wall؟ كم حتكون قيمة الألفا 2 إذا كان عندنا vertical wall؟ فكم قيمة الألفا 2 يا صبايا يا شباب؟ 90% 100%. إذا الألفا 2 بهاي الحالة لأنه vertical wall بنحطها مباشرة إنه الألفا 2 بتساوي 90 درجة. تمام؟ هلا the nozzle has a diameter of 12 millimeter and the water leaves the nozzle with a flat velocity profile at a velocity of 6 meter per second. كلمة flat velocity profile بتدلنا على إنه إحنا إيش؟ إنه turbulent flow لأنه turbulent بكون البروفايل تبعها flat يعني على كل الديامتر حتلاقي إنه تقريبا نفس الفيلوسيتي الـ average velocity بهاي الحالة 6 متر per second. بقول neglecting frictional forces frictional resistance of the air on the jet calculate the force in newtons on the wall. إذا بدي أحسب قديش الـ R بهاي الحالة يعني مطلوب فعليا قديش قيمة الـ R. تمام؟ فإحنا عشان نحسب الـ R بدي أحسب زي ما قلنا عن طريقتين يا ام ام 1 في 1 ساين الفا 2 which is straightforward وهذا بقدر انه مباشره هلا اسويها لانه بقدر مجرد ما احسب الام 1 بكون كل شيء ثاني عندي معروف. لكن الطريقه الثانيه اللي هي احسب الار اكس والار واي هاي فبدي امشي فيهم انا بالتنتين على اساس انكم تكونوا عارفين بهاي الحاله كيف تحسبوها بشكل عام. فهلا اذا بدي احسب الطريقه الثانيه فبحتاج اني اعرف قديش قيمه الماس تبعت 2 والماس اوف 3 فبدي اقول ام 1 على 2 في 1 زائد كوساين الفا 2 وام 1 على 2 في 1 ناقص كوساين الفا 2. هلا الفا 2 قلنا 90 درجه، 90 درجه الكوساين لها كم؟ صفر ولا واحد؟ صفر. صفر، فبالتالي معناته ايش؟ لانه عندي فيرتيكال فهتكون 1 زائد صفر، 1 ناقص صفر، معناته الام 2 حتكون بتساوي الام 3 اللي هي ام 1 على 2، يعني لانه فيرتيكال وول عمودي الماس اللي هي M1 رح تنقسم بالنص بواحدة باتجاه الاثنين وواحدة باتجاه الثلاثة، واحدة طالعة لفوق واحدة نازلة لتحت بنفس القيمة. لكن أول شيء لازم أحسب الام 1 أوكي؟ زي ما حسبناها زي ما شفنا حكينا قبل شوي قيمة الام 1 شو بتساوي؟ بتساوي الرو في الفيلوسيتي في الأريا. تمام؟ هذا بالنسبة لنا عن إحنا نعرف كل شيء عنا عن نقطة واحد. فالدنسيتي اللي هي للمي حتكون بتساوي قيمتها اللي هي قيمة الفيلوسيتي تبعت الووتر على حرارة ال 25 درجة اللي هي مش 1000 لكنها أقل من 1000 شوي اللي هي إياها 996.9 فالدنسيتي 996.9 طبعا بنطلعها من الجداول ضرب الفيلوسيتي اللي هي حكى لي إياها 6 متر بير سكند أوكي هاي كيلوغرام على متر كيوب وهون 6 متر بير سكند وهذه بدل عن الاريا، الاريا منين اجيبها؟ الاريا تبعت النوزل وطالع من النوزل اوكي؟ فالاريا طالع الدايمتر تبع النوزل فبالتالي بدي احسبها من باي اوفر 4 دي سكويرد الدي 12 ملم بدي احولها لمتر بتصير 0.012 متر واي سكويرد سكويرد.
فطبعا هون حسب اليونتس متر سكوير ومتر ومتر كيب راح يروحوا مع بعض، حيصير عندي كيلو جرام بير سكند اللي هي الماس فلوريت اللي عندي اياها ام 1. بيطلع معي ام 1 قيمتها 0.6765 كيلو جرام بير سكند. من هذا الحكي معناته انه الام 2 يتساوي الام 3 اللي بتساوي ام 1 على 2 لان الكوساين الفا 2 بتساوي 0. معناته هذا الحكي الام 2 والام 3 بتساوي 0.3382 كيلو جرام بير سكند. تمام. بالنسبة لنا زي ما قلنا ان الار في عنا طريقتين للحل ام 1 في 1 ساين الفا 2، لذلك ما اقول ان الار بتساوي الام 1.6765 ضرب V1 اللي هي 6 ضرب ساين 90 اللي هي بتساوي 1. فبالتالي بيطلع معنا قيمة الفورس هون بهاي الحالة بوينت حسب الموجود عندكم بالحل مكتوب عندكم في الكتاب 4.059 نيوتن كيلو جرام بير سكند في متر بير سكند في كيلو جرام في متر بير سكند سكوير دايركتلي اللي هي نيوتن. فهي هي الفورس نيوتنز اون ذا وول. اوكي هلا اذا بدي امشي على الطريقه الثانيه اللي هي الطريقه الاطول شوي، بدي اعوض هون الار اكس بتساوي ام 2 في 2 في كوساين الفا 2. هاي كوساين الفا 2 معناته هون حيكون عندي 0 فهذا الترم راح يروح، ناقص M1 V1 كوساين ألفا 1 يعني كلياته، وهاي برضو حتكون عندي إياها قيمة بتساوي 1. يعني هون هاي بتساوي 0 ناقص ال M1 V1 اللي هي 0.6765 في 6 في 1 زائد again 0 يعني نفس القيمة اللي هي 4.0 بالسالب طبعا 059 نيوتن. بالنسبة لل RY عندنا الساين ألفا 2 اللي هي بتساوي 1 لانه الفا 2 بتساوي 90 فبتساوي ساين الفا 1، فبالتالي ام 2 في 2 اللي هي 0.3382 ضرب الفي 2 زي ما قلنا هي نفس الفي 1 نفس الفي 3 ضرب 6 ناقص ساين الفا 1، الالفا 1 عباره عن قيمها 0 اللي هي لانه الجت هوريزونتال، ساين 0 بتساوي 0 زائد الام 3 في 3 اللي هي 0.3382 في 6 في سالب 1 اللي هي الفا 2. اوكي فبطلع معنا لاحظوا انه سالب 1 وهذا موجب معناته الار واي بتساوي 0 اذا ما في عندي ار واي. بالتالي من هذول الاثنين بنقول انه الار بتساوي سكوير روت ل ماينس 4059 تربيع زائد 0 تربيع اللي هي نفسها قيمتها 4.059 نيوتن. اوكي فيعني حيطلع اكيد معنا من الجهتين نفس الجواب، لكن احنا هون حلينا من طريقتين بس لوضيحا لكم عشان تكونوا عارفين انه طريقتين applicable حسب شو المعلومات المتوفرة عندكم تستخدموا الطريقة المناسبة.